حقوق الإنسان هي جملة من المعايير الأساسية يلي بتهدف لحتى تخلي الناس يعيشوا بكرامة كبشر، وبتمتد جذورها بكل مكان من العالم. والأساس يلي بتقوم عليه حقوق الإنسان مثل احترام حياة الإنسان وكرامته موجود بأغلب الديانات والفلسفات. ولحقوق الإنسان خصائص أهمها أنه هالحقوق لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث، يعني ببساطة هي ملك كل الناس لأنهم بشر. فحقوق الإنسان متأصلة بكل فرد، وكمان هالحقوق واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وباعتبار كل الناس ولدوا أحرار متساويين بالكرامة والحقوق، لهيك حقوق الإنسان عالمية. وحقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها، ومو من حق حدا سواء مجموعات أو حكومات أو أفراد إنه يحرم شخص تاني من حقوق الإنسان حتى لو ما اعترفت فيها قوانين بلده أو حتى لما بتنتهكها هاي القوانين. فحقوق الإنسان ثابتة وغير قابلة للتصرف، وكمان غير قابلة للتجزؤ. نقدر نصنف الحقوق لثلاث فئات: الحقوق المدنية والسياسية، وبتتسمى كمان الجيل الأول من الحقوق، وهي مرتبطة بالحريات وبتشمل الحقوق التالية: الحق بالحياة والحرية والأمن وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية، المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين، وحرية الاشتراك بالجمعيات والتجمع. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبتتسمى كمان الجيل الثاني من الحقوق، وهي مرتبطة بالأمن وبتشمل العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة والمأكل والمأوى والرعاية الصحية. الحقوق البيئية والثقافية والتنموية، وهي بتتسمى الجيل الثالث من الحقوق، وهي بتشمل حق العيش ببيئة نظيفة ومصونة من التدمير، والحق بالتنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية. ولحتى نحكي عن حقوق الإنسان لازم نحكي عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واللي هو جملة من المبادئ المقبولة على أوسع نطاق بالعالم، واعتمدته الأمم المتحدة بالإجماع بعشرة ديسمبر كانون الأول عام 1948، على الرغم من امتناع 8 دول عن التصويت. وبنص الإعلان على أنه تتعهد الحكومات بتأييد حقوق معينة، مو بس بالنسبة لمواطنيها بس كمان بالنسبة لأشخاص ببلدان تانية. وبعبارة أخرى أنه الحدود الوطنية ما بتمثل عائق أمام مساعدة الآخرين على التمتع بحقوقهم. وعلى الرغم أنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو اللي أوحى بالجزء الأكبر من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو ما بيمثل بحد ذاته وثيقة إلها قوة القانون، بس إله قوة كبيرة بأوساط الرأي العام العالمي. وترجمت مبادئ الإعلان لمبادئ إلى قوة قانونية لما تم إضافة بنود من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعهدت الحكومات اللي صادقت على هدول العهدين بأنه تسن ببلدان قوانين لحماية هالحقوق، بس كتير بلدان مثل سوريا وقعت على الاتفاقيات لكن حكوماتها بقيت تنتهك أغلب حقوق المواطنين بما فيها حق الحياة.